للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني الأستاذ أحمد قديح. أستاذ أحمد مرحبا بك. يعني أنباء عن مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات المحتلة في الضفة الغربية، كيف يعني تصف حالة الشارع الفلسطيني أمام تزايد هذه الانتهاكات؟ نعم، بعد التحية لك سمير والأستاذ المستمعين الكرام أو المشاهدين الكرام عفوا. 4 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع والقدس وغزة، آخر الشهداء كان في صباح هذا اليوم في منطقة القدس، ويوم أمس كان 2 من الشهداء ارتقوا، أحدهما في غزة في مسيرات العودة ارتقى برصاص الاحتلال، وآخر في رام الله أيضا ارتقى برصاص الاحتلال، والاحتلال أيضا سلم جثمان شهيد من جنين. وبالتالي نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هناك حالة غضب واستنكار لما يحدث من جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال يتعدى كل القوانين التي تراعي الحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي اعتداءات على المواطنين واعتداءات على الأرض في ظل تضخم الاستيطان واعتداءات على المقدسات. كان آخر هذه الاعتداءات اليوم في مدينة ارتقى شهيد مقدسي كان قد تعرض لرصاص الاحتلال. قوات الاحتلال كانت أو قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد. على أي حال كما أسلفت أنت سمير، حالة رفض تام موجودة بالأراضي الفلسطينية بهذه الاعتداءات المتواصلة. طيب أحمد، حركة حماس تقول إن غزة على فوهة بركان، هكذا تصفها، وذلك بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني. هناك في غزة يعني ردود الفعل المتوقعة من الشارع الغزي أمام هذه الانتهاكات، هل فعلا نحن أو غزة أمام فوهة بركان كما وصفت؟ بالتأكيد سمير، هذا التصريح قديم من حديث، يطرأ بشكل دائم على السطح في ظل تعنت الاحتلال بتطبيق شروط التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بحرب 2014، وبالتالي استمرار الحصار الخانق واستمرار الحالة السيئة اقتصاديا وإغلاق المعابر في قطاع غزة، كل ذلك يعني واضح من أننا قائمون على حالة أمنية أو حالة سيئة وصعبة من الأحداث، ولكن دون أن نعلم الأحداث التي ستكون في رفض الاحتلال كل شروط المقاومة الفلسطينية والتعنت في عملية تطبيق هذه الشروط. وبالتالي نحن نتحدث عن مسيرات عودة، يوم أمس كانت للجمعة 44 ودعوات للجمعة القادمة، أيضا كل ذلك يشجع من رفض المواطنين بكافة إمكانيات وظروف ومظاهر الحصار المفروض على قطاع غزة. اليوم الكل يطالب الاحتلال بأن يرفع هذا الحصار، وإلا المواجهة ستكون هي سيدة الموقف، والكل لا يريد أن ندخل في حرب جديدة بعد 3 حروب كانت قاسية على القطاع. طيب أحمد، هناك حديث وأنباء عن اتجاه حركة فتح لإنهاء حكومة التوافق وتشكيل حكومة جديدة، كيف سينعكس ذلك على الشارع الفلسطيني؟ تصريحات القيادة الفلسطينية في رام الله طبعا تؤكد بأن لا مكان الآن لحكومة الوفاق الوطني بعد عملية حل المجلس التشريعي، ويقولون هم بأن حماس ترفض العودة إلى المصالحة أو إلى مقعد المصالحة الوطنية كما يقولون، وبالتالي لا حاجة لوجود هذه الحكومة التي توافقت في القطاع الفلسطينية. وهناك أسماء رشحت بما أن ذاهبون إلى حكومة جديدة ممكن أن يرأسها صائب عرقات حسب مصادر إعلامية، أو اشتيا قيادة كبير والمسؤول في حركة حماس تؤكد أنها تدعو إلى المصالحة الوطنية ولن تتخلى عن هذه المصالحة. روسيا تجتمع بالفصائل جميعهم في منتصف
الشهر القادم، وبالتالي نتحدث عن تضارب في الأخبار بين رام الله وغزة، ونتحدث عن صعوبة اللجوء إلى الحوار الوطني على الأقل في هذه الأيام في ظل الوضع ما بين الطرفين حماس وفتح أو رام الله وغزة، ولكن الكل لا يريد أن نصل إلى مربع الصفر، الكل يريد أن ننتهج نهج أفضل من هذا الوضع القائم. نعم، من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قديح، نشكرك شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وشكرا على هذه المعلومات.